طيب اشرح لي ايه المكنه دي هنا؟ دي مكنه تمشيط. ماشي؟ دي المرحله بتطلع، دي تعتبر ثالث مرحله بعد الخلط والتنظيف والكرد، بيطلع بيدخل قسم التمشيط. قسم التمشيط ده بيخش على السحب اللي هو مسؤول عن الملفات، لان بيبقى طالع من الكرد عباره عن اسطوانات، الموجود فيها القطن اللي موجود فيها عباره عن شريط. بيدخل يتجمع الشرايط، تتجمع للملف حوالي 28 شريط بيتجمعوا ملف، ملف واحد بطول معين هم بيبقوا محددينه، وبيبقى متحدد بناء على التروس والسرعه والعداد اللي موجود في المكنه. بيدخل على مرحله التمشيط. مرحله التمشيط دي مرحله مهمه جدا، لان المرحله ديت مسؤوله عن استخلاص اطول شعره في القطن. استخلاص اطول شعره في القطن. دلوقتي بيدخل زي ما حضرتك شايف، ده الملف اللي جاي من ماكينه الملفات اللي انا وريتها لحضرتك. بيتحط هنا، دي مجموعه سلندرات ضغط. في هنا سلندر حديد بيسمى سلندر التغذيه، بيسحب شغال على ترس. ده لو حضرتك برضو عايز تشوفه، بس هو لازم يد عشان نرفعها. في موجود هنا اهوت سلندر حديد مشرشر زي ده كده بالظبط، ده مسؤول عن عمليه التغذيه. بيطلع الشاشه مع الضغط بتاع السلندرات الكاوتش، واخد بالك؟ زي ما انت شايف، شوف الشاشه هنا خامتها قد ايه، وهنا بتبقى قد ايه. بعد ما بيطلع العادم منها اللي هو الشعيرات القصيره، بيفضل الشعره اللي هي الطويله اللي هي بيتميز بها القطن المصري اللي هي الشعره طويله التيله. طب المكنه دي شغاله، انا ملاحظ دي شغاله، دي شغاله، دي شغاله. بيطلع يتجمع زي ما وريت لحضرتك، ادي الاربع شرايط، ادي الاربع شرايط، ادي الاربع شرايط، الشرايط بتيجي ادي مسارها يا استاذ حسام. اتفضل بص، ادي الاربع شرايط بيتجمعوا مع الاربعه التانيين، ادي الاربع شرايط بيفضلوا ماشيين كده، بيتجمعوا مع الاربعه التانيين برضه يا استاذ. لا بيتجمعوا مع الاربعه التانيين برضه، كلهم قول ثمان شرايط. تعالى اتفضل برضه حضرتك، مع سلندرات ضغط ماشي، وبيدخلوا هنا في القمع ده، ويطلع ويدخل في القمع ده ويتكون شريط. تمام؟ تمام. وبيتكون هنا شريط، بيطلع من تحت الضغط الحديد ده، بيمشي ويدخل هنا على القمع ده. مع القمع ده برضه في هنا مجموعه ضوابط، تمام، برضه دي ضوابط بينزل على الاسطوانه ديت اللي هي دي، تمام، بينزل على هنا. يبقى زي ما حضرتك شايف، يبقى شريط معد ان هو يخش لمرحله البرم، السحب والبرم. تمام، دي مرحله التمشيط. وعلى فكره مش اي حد بيشتري الخيط من مصر، لان بتبقى جوده. مين زباينه؟ مين زباينه؟ ايوه، ده الخيط المشط ده بيتصدر بره استاذ حسام. معنى خيط مشط بيبقى تصدير للخارج،